عليكم. اليوم نعود إلى مشروع القطب الجامعي بسيدي عبد الله، بما أن عندنا صور جديدة ندير يعني نظرة جديدة يعني فيه بعض الأشياء اللي زادت يعني مقارنة بآخر فيديو اللي درتوه هذه عند حوالي شهرين. إذن في هذا الفيديو نلاحظ أنه فيه تهيئات جديدة، والشكل العام نتاع الجامعة أو القطب الجامعي هذا، بما أنه فيه أحياء نتاع إيواء تاع طلبة 2000 حي، زوج أحياء، حي للذكور وحي للإناث بقدرة استيعابية تاع 4000 طالب، وفيه أحياء تجارية وفيه عدة ملحقات. فإذن هذا يعتبر قطب جامعي وفيه عدة فيه زوج كليات، كلية العلوم وعلوم المعرفة والاتصال والتكنولوجيات الرقمية. إذن فيه كلية الحساب والرياضيات كذلك، إذن يعتبر قطب بجميع المقاييس. نترككم تتابعون ما تبقى من هذه الصور الرائعة حول القطب إذن الجامعي الجديد بمدينة سيدي عبد الله، والسلام عليكم.